السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ جسبركم بيان. نديروا الفيديو هذه نحكوا شوية على السونتي كما وعدتكم. ساعة على ساعة نديروا فيها فيديو تحكي على صحة الإنسان، كيف واحد يعتني بنفسه، كيفاش ياكل وش ياكل وش ما ياكلش. لأنه الإنسان هذا الإنسان احنا يا بالطبع تاعنا رانا ناكل بصح ما على بالناش واش رانا ناكلو، شكون هو اللي فيه الفايده شكون ما فيهش الفايده اكسيتيرا. لازمنا التوعيه، نتمنى واحد يكون يعود يعرف ثاني درنا دي فيديو اكسيتيرا اللي يتعلم حاجه يعلمها لاصحابو اكسيتيرا، لانه الامراض هذه منين تجي؟ تجي من واش رانا ندخلو الجسم نتاعنا، واش رانا ناكلو. كيما امريكان ما يعرفوش ياكلو، فيهم بزاف اللي ما يعرفوش ياكلو، انا فيهم لوبوزيتي او ديزوبيز السمان هذوك بزاف فاست فود، وعطيناها غير الحوايج تاع الدهنيات والشحم والزيت وروح وخلط. على بالكم الزيت راه 100% قرع، اتونسيون من الزيت، الزيت هذا احذروا منه، راه 100% قرع. المغذي الوحيد اللي راه 100% قرع هو الزيت، ميم زيت الزيتون، زيت الزيتون هذاك راه تريبل، اتونسيون يقولك زيت الزيتون ويغنى كيما كاين جهه واحد المغربي نعرفو انا، كل ما ينوض صباح ربي يحكم فيها نص باقيطة تاع خبز يقعد يغطس في الزيت وياكل، هي مش مليحة، راك تدخل الكوليسترول لجسمك. المهم نبداو نحكو على الفيديو هذه، نبداو بالفيديو هذه. We know that many plant foods benefit our health. Scientists now believe one reason for this lies with the gut microbiome. البكتيريا قال لكم رانا نعرفوا باللي كان نوع من الماكله، مش كل الماكله، نوع من الماكله راها مفيده تنفع جسم الانسان. كما يقول لك واحد كما بكري احنا نسمعوا سرتو هنا في الخارج واحد يقولوا او يضر فيا الكولون، او يضر فيا الكولون، عندي اريتاسيون، معناتها عندي الكولون يدق فيا من جهه اليمنى، يضل يدق فيا الكولون، وشغل عندي الغاز، وشغل عندي هكذا، شغل عندي هكذا. هذه من بعد واش يقولوا النصيحه اللي يعطيها له، يقولوا روح كل لي فيبر، كل لي فيبر، لي فيبر هذو على بالكم اللي يجوا من البقوليات، يجوا من الحمص واللوبيا والجلبانه والعدس وكاين اخرين مواد غذائيه كما التفاح، كما الفراز، كما البلوي هذا، القارص، تشينا، بروكولي، سفرج، الاخر نسيت اسمه كيفاش، القمح، الشعير، الخرطال، هذا اسمه الخرطال، لافوان، اكسيتيرا. راني نسميكم بالفرنسيه والعربيه والثوم وروح. المهم قال لك الماكله هذه واش دير؟ تروح تغذي بكتيريا، سموها ميكروبيوتيك، ميكروبيوت، سموها ميكروبيوت، واحد لا بكتيريا هكذا داخله عايشه في المصران الصغير هذاك. هي هذه كيما العدس والحمص واللوبيا وهذه الحوايج ما تغذيش جسم الانسان، تغذي واحد لو باكتيري تعيش في المسران تاع الانسان. دوك نكملوا الفيديو ونشرحوها. In your intestines. Your microbiome is nourished by meals like this, rich in one type of dietary. تشوفوا الحمص واللوبيا والاخر هما اللي يغذوا ميكروبيوت، لا ميكروبايت، لا ميكروبيوت هذه اللي موجوده في الاس عند في المصران صغير. ريزيستنت ستارتش، واش معناتها ريزيستنت ستارتش؟ معناتها الماكله اللي تريزيستي، كيفاش معناتها تريزيستي؟ للاستومان نتاعك ولا المصران يطول باش يحللها، طول باش ينحلها الجلوسيد، السكر اكسيتيرا. واش معناتها؟ واش هو ستاتش؟ هما ستاتش هو النشويات بالعربيه، هما لي بالفرنسيه سي دوك نقولها لكم سي لي زاميدون، هادو نشويات. دوك نوريكم التصويره نتاعهم وراهي اوكي لي 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 لي. إيه لي زاميدون هما النشويات، ها مرة نو هنا دوك نعطيكم واحد الصورة باش نشرحها لكم مليح واش معناتها النشويات لي زاميدون هذا. هنا
النشويات هذو تلقاهم في النشويات يجوا من القمح والشعير والمايس وما من البقوليات، بصح اللي يجوا من لافارين، اللي يجوا من الفارينة، واللي يجوا من السميد، واللي يجوا من المايس، وهذا لو فيكول، هذونا الحوايج البيضاء هذه يعود من هذا النوع، متشعب كيما الشجرة، كيما أغصان الشجرة، كوم لي راسين تاع الأرض، كي يعودو متشعبين، واش معناتها؟ معناتها الماكلة نتاعهم ما يكونوش ريزيستون، ما يكونوش مقاومين للمصران، المصران ياكلهم يحللهم رابيدمو، علاه؟ لأنه يبدا لي زيكستريميتي من مؤخرات تاع الأغصان. اسمها نهاية الأغصان يبدا ياكل تيك 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 ياكل ياكل ياكل، أنا تجي الماكلة رابيد. بصح كي تعود الماكلة هادو لي زاميدون هادونا من هذا النوع من هذا الشكل، اسمحوا لي، يعودوا من هذا الشكل طوال، مش كيما الأغصان هنا، شتوهم هنايا طوال. سنديكم رسمة مليحة. كيما هكذا طوال تيك تيك فيه نقاط، هنايا يطول ريزيستون، هنا هذونا لي ستاتش، هذونا لي زاميدون ريزيستون، معناتها المصران ولا المعده والمصران يطول باش يحللهم ويخرج منهم الجلوكوز، يطول. وهذونا شكون لي منين يجوا؟ يجوا من الجلبانه والعدس واللوبيا والحمص، بصح هذو لي موجودين على شكل الاغصان كيما هكذا في هذه لافارم، موجودين في الفارينة وفي المايس والآخر، عندنا الجليكوز يتنحى فاسيلمون والإنسان يسمن إكسيتيرا. نروح نشوفو هنايا كيما البطاطا، البطاطا كي تعود باردة تسخنها تفورها وتشرشمها، ما تاكلهاش سخونة، كي تاكلها باردة لافورم شيميك هاديك تاع ليزاميدون يولو طوال، وتطول ما تتحلل وتولي على شكل أميدون اللي غضي البكتيري، بصح كنت تاكلها سخونة مش مليح، سخونة تسمن. نرجعو لفيديو تاعنا، starch can't be digested by your body but instead becomes food for your gut bacteria. Resistant starch cannot be digested by your body، معناتها ما تقدرش تتحلل ولا تاكل من جسم الانسان تاعك، بصح هي تهبط وتفوت تعقب، ما يقدرش خاطرش تعقب، كي تعقب شكون اللي يقدر ياكلها؟ هي واش كنا كيما قلت لكم، هي لا بكتيري، لا ميكرو بيوت. Most starch is easily digested. Starch is dissolved in the small intestine and then absorbed by your body, providing you with energy and nutrients. The remaining non-digestible portion is called resistant starch. Starch هذونا لي زاميدون يحللهم في المصران الصغير ويمدوا لينرجي، هذو اللي ساهل التحليل تاعهم، اللي موجودين جايين على شكل الاغصان كما قلت لكم، يقولوا جليكوز اكسيتيرا، يمدوا لينرجي لجسم الانسان، وكاين اللي كيكثروا بزاف يستوكيهم الجسم على شكل شحمه على شكل دهنيات، بصح اللي ما يقدرش يحللهم يفوتوا يعقبوا. The resistant starch continues its journey through your gut and arrives at the large intestine. يمشوا ويلحقوا المصران الغليظ، كي يلحقوا المصران الغليظ نكمل لكم الحكايه. We see that the resistant starch has become exposed to the healthy bacteria of the gut microbiome. This species of bacteria specialize in breaking down the resistant starch. دركي هذه لا بكتيريا هي اللي تاكل هذا لي زاميدون ريزيستون، هذا النشويات المقاومه هي اللي تحكمها البكتيريا وتاكلها. This breakdown process provides the bacteria with the fuel they need to survive. As they use the starch for energy, they release small carbohydrate molecules. The neighboring bacteria feed on these carbohydrates. As the bacteria feed,
They excrete even smaller molecules as waste. One of the final waste products is called butyrate, an energy source for your body. لا بكتير كي تبدا تحلل وتاكل هذو لي ريزيستون ستارتش لي زاميدون ريزيستون النشويات المقاومه هذه كي تاكلها ديجاجي لا بكتيري تديجاجي ديجاجي مواد كيميائيه تنتفع منها بكتيريا اخرى وكاين واحد المواد ثاني واحد النوع من المواد ديجاجيها يسموها استنى نشوفها لكم هنا يسموها لا لا بيوت تريت لا بيو تريت هذه هم يديروا منها الدواء هذه لا بيو تريت هذه فيها منفعة كبيرة للمصران الكبير هي اللي تقضي على الخلايا هي اللي تقضي على الخلايا اللي راح تتحول تولي خلايا كونسيروز معناتها خلايا كونسيروجين خلايا سما اللي راح تتحول ومريضة هذا الشغل الدواء دوك كاينين الاخرين يصنعوه كي الدواء هاك تشوفوها ينحوه من جسم الانسان ولا معك فيديروا البروسيدي بيوتريت هذا ينحيوه ويديروا في فورم دواء يبيعوا فيه هذا كي ياكل الواحد كي يعد بار اكزومبل لا بكتيري تاعو في المصران ولا المصران تاعو ظل يضر فيه اكسيتيرا الطبيب يعطي له هذا واش معنى تعطالو الطبيب عطالو لا بكتيري هذا ما كان عطالو لا بكتيري اللي تعيش في المصران هذاك اللي تبرودويزي لا بيوتريت هذا البيوتريت هذا شغل كومبوزون شيميك هذا راح يعاون ويقتل الخلايا المريضه وينحي لي ريتاسيون في الدقان هذاك في المصران As the butyrate builds up it is absorbed by the large intestine the presence of butyrate encourages blood to وهذا البيوتريت كي يهبط يهبط المصران الغليظ جا من المصران الصغير يهبط المصران الغليظ واش يعاون باش سما الفضلات هذوك اللي موجودين في المصران الغليظ تتحلل فاسيلمون ما تبقاش يابسه ولازقه في الكولون ها و flow into the vessels of the large intestine keeping the tissue healthy If your diet includes enough resistant starch, these cells will use butyrate as their main source of energy. Here, we can see the molecular surface of one of the intestinal cells. The surface is covered in special proteins that actively pump butyrate molecules into the cell. Once inside, they can be harvested for energy. In addition, هناكم تشوفوا الفضلات معمرين بالبيوتريت هذا تشوفوا فيهم هما اللي يسهلوا على تحليل هذا السال اكسيتيرا حشاكم الفضلات اكسيتيرا اكسيتيرا كاين اخرين بار اكزامبل كاين واحد العمليات يديروهم كاين واحد يعودوا من مصر نتاعو يضر فيه بزاف واش يديروا يروحوا يحكموا واحد واحد عدوا كيما نقولوا عدوا لا ميكروبيوت البكتيريا هذه في الجسم نتاعو ينحيوها له ويدخلوا مع في المهم يخرجوها له من الكولون نتاعو من المصران نتاعو يخرجوها وينظفوها ويعطوها لواحد ياكلها يشربها دخل المهم يشربها وتعقب الكولون نتاعو غدوه بعد غدوه يرتاح الاخر باسكو عليه عطاو له لا بكتيري اللي يداوي له الكولون واش معناتها راكم تشوفوا واش معناتها يداوي Butyrate has other benefits. Intestinal cells are sensitive to DNA damage caused by environmental factors. كما قال لك هنايا تمد لي انرجي وتحلل لي سير تاعك وتنظف الكولون اكسيتيرا عندها فائده اخرى هي تروح تقتل لي سيلول كونسيروجين اللي راح تتحول. This cell's DNA has been damaged, resulting in a mutation. More damage could accumulate over time as the cell divides, which could lead to colorectal cancer. But a steady supply of butyrate allows the DNA damage to be more easily detected. شفتوا البيوتريت هذا يروح يدخل في الخلية المريضة والخلية هذه تسويسيدي تقتل روحها تقتل روحها خاطرش قضى عليها البيوتريت هذا وينحو الكونسير من الكولون The cell can activate a suicide program in response. Because the damaged cell destroys itself, it can't progress to form a cancer.
starved microbiome is unable to protect you from cancer. By eating foods rich in resistant starch, you لازم باش تقدروا تسمر بتغذوا الميكروبايت هذه في البكتيريا في الجسم نتاعكم وتخلوها تتكاثر وتولي بزاف. لازم تاكلوا الماكلة غنية بال ريزيستنت ستارتش، هذونا لي زاميدون ريزيستون، النشويات المقاومة اللي جاي على شكل خيط، على جاي على شكل سبحة، مش جاي على شكل لي راسين. وهذه من تلقاوها في البنان، البنان اللي يعد ميور، مش البنان هذاك اللي طيب، بنان كي يعد ميور، ولا البطاطا كي ديرها تغليها وكلش خليها تبرد، ولا تلقاوها في العدس واللوبيا والحمص فهمتوا لي، والاخر اسمها ربي الكرم والشفرول. الشفرول هذاك اللي جاي فريزي، اللي جاي كي فريزي كي دير الطفله شعرها فريزي، كاين واحد الكروم فريزي هكذاك، هذاك فيه فايده كبيره مام الكاتاراكت العينين. Can nourish your microbiome and improve your health. هذه هنا و هذو لي زاميدون، كاينه حاجه نهضروا عليها هنا، المسران هنايا شتو سيرتو كي تمدو هكذا، سيرتو اللي عدو باباه كبير ولا يماه ولا جدات ولا هكذا، ما توكلوهمش في الليل، وكلهم غير شويه صلاد شويه حوايج هكذا، على باش الكولون تاعهم ما يمرضش مساكن، خاطر شكون يمرض يصبحوا بهذه لا مالادي هذه تاع الساك هذه. شتو كاين اخرين عدو جدو يماه مساكن يتعذبوا معاها، باش ديجاجي في الساك هذاك، يضلوا نيطوايو في الساك وما تقدرش مسكينه اكسيتيرا. بلا حاولوا توكلوهم العدس واللوبيا والحوايج هذونا، بصح مش بزاف، وفي الليل ما توكلوهمش بزاف، ما بيحبوا ياكلوا ما توكلوهمش باش ما يصراش هذا المشكل. شتو وهذا المصران الصغير يسموه العقل الصغير، باسكو علاه هذا المصران الصغير؟ دوك نوريكم التصويره تاعو. اول حاجه قبل ما نبداو التصويره، ها واش لازمكم تاكلوا، ها لافوان. لافوان هو الخرطال، لورك الشعير، ولا الاخر الجلبانه، تفاح، العدس، اللوبيا، هذو كاينين في الجزائر، كاع كاينين في الجزائر هذا. ها عندنا حنا ناكلو غير في الخبز برك، والحليب تاع الغبره، يا الحليب تاع الغبره ويضر الصحه، ولا راه يدير الكونسير للولاد الصغار، يا الولاد الصغار حبسوا لهم السكر، السكر هو اللي يدير الكونسير، على بالكم اللي راه يشجع ويدير الكونسير ويخلي الانرجي ويغذي في الخلايا هذه تاع الكونسيروجين، هذه الخلايا المريضه بالكونسير، هو السكر، حبسوه السكر، السكر هو اللي زاميدون اللي جاي على شكل عشب الاشجار ويتحلل رابيدمون هو، وهذا الفارينه والخبز هذا اللي كذا تعيطوا عليه حبسوه، نقصوه الخبز، كل جزائر كل فامي صباح ربي راه يشري 15 من الخبزه، ياكلوا نصها ونص يطيشوه، وهذاك راه يعمروا في الامراض في جسمهم، راه يدخلوا في السكر يتحلل ويولي سكر في جسمهم. ها هو راه المسران، ها هو المسران الصغير شتوه، ها هو لو ميكروبيوت اورغان تيغال سي لو دوزيام سيرفو. علاه يسموه دوزيام سيرفو؟ باسكو فيه 200 مليون خلية، 200 مليون خلية عصبية تاع المخ ذكية، نورون، لي نورون خلية ذكية. هذا المسران الصغير، هذه هي نار. عارفوا لازم نتعلموا واش ناكلو واش مليح، لازم ناكلو بزاف لي فيبر، لي فيبر عندنا تقريبا 40-50 غرام بار جور، كلو كلش، ولكن لي فيبر لازم تاكلو 40-45 غرام بار جور باش تقدرو لا ميكروبيوت تاعكم هذه تخدم مليح. دي فوا تحس المصران تاعك يضر فيك يدق فيك، عارف بلي ماكش ماكل مليح لي فيبر، ولي فيبر كما قلنا هي اللي تغذي البكتيريا تاعك، لا ميكروبيوت، البكتيريا اللي موجوده عندك، هذه هي. هذه انا نتمنى الفيديو هذه، نتمنى من وزاره الصحه تاعنا، وزاره الصحه تاعنا توعي الشعب الجزائري على الماكله، وتوعيهم على هكذا باش لي زوبيتو تاعنا يفرغوا مش يتعمروا.
ما يكونش عندنا بزاف الامراض كما هذا تاع الكولون ساشيه لي كونسير. ادينا لا ولاد صغار ولا يمرضوا بالكونسير، سبحان الله وين صرات. حنا بكريني نعرفوا مريض وراح يموت، قال لك مات موت موت ربي، تلقاه مات بكونسير. بصح تلقاه فيو شيخ شيخ مات بكونسير، يعني ديريكت ولدي غير يزيد يقعد ايامات يموت بالكونسير، ولا تخرج له حبه كيما نقولوا حبه كونسير في وجهه معلين هكذا، تبقى غير تكبر تكبر تكبر. هذيك علاه منين جايه؟ جايه من الماكله، الماكله والحليب هذا تاع الغبره والحليب تاع البقره واكسيتيرا، قاعدين يجروا عقب الحليب البقره. روح اشرب حليب تاع الخرطال تاع لافوان، ليه تشرب الحليب تاع البقره؟ حليب البقره مخدوم للعجل مش مخدوم الانسان. تا بنك صغير تروح للمراه باش تمد الثدي تاعها وتغذي ولدها باش يكون اون سونتي ويدي الشخصيه نتاعو من عند مو وكلش، لا لا تروح تاكلوا تشربوا الحليب تاع البقره، مش حليب بقره، حليب الغبره. بعد يقول لك هو مريض واش بيه ولدي مريض، وتظل تعطيه في السكر باش يسكت، كل ما يعيط له حبه سكر في فمه وراه دخله في الكونسير في جسمه. بعد كي يقول لك ولدي علاه مريض ولا يجرو عقاب ويخسروا دراهم، من بعد يبداو يشكو ويبكو بكري كي ولدهم هو ساكت، يوكلوا فيه السكر ودوك يوكلوا السكر ومنه ومنه يحتفظوا على دراهمهم. من بعد على الشفقه باش يجروا له الماكله المليحه اللي تغذيه اكسيتيرا، والحليب تاع الثدي تاعها لا لا تحافظ على الثدي تاعها اكسيتيرا. بعد كي يمرض بعد يعودوا يعشوا ويجروا ويخسروا في دراهمهم. بركوا من الحليب تاع الغبره هذا حبسوه، والسكر هذا تمدوه لولاد صغير صغار والشيوخة والناس الكبار حبسوه، والقاطو هذا تاع الخرطي والسكر وهاد الحوايج. شوفوا من تاكلوا كلوا من النباتات هذه، ولا وسيرتو لي فيبر من هذه البقوليات هذه، ولا العدس واللوبيا والحمص هم عندنا في الجزائر، والخبز هذا نقصوا منه، الفرينة البيضاء هذه نقصوا منها، كلوا من القمح ها، كلوا من كيما نقولوا احنا برين هذيك القهوية هذيك مش عارف الله كيف يسموها بالعربية ها. هذه هي اليوم درنا فيها فيديو على الصحة، ونتمنى من وزارة الصحة تاعنا يديرونا حصص هكذا بالدارجة للشعب الجزائري، باش الشعب الجزائري قاع يفهم ويكون الوقاية ويعرفوا ياكلوا ويشربوا هكذا، لي زوبيتو ما يتعمروش ما يكونوش الأمراض بزاف، ما يقولكش ما يظلش يشكل وزارة الصحة تاعنا هو ما عندناش دواء ما عندناش دواء ودو الكونسير كثر مش قادرين نشرو دواء اكسيتيرا. الوقاية خير من العلاج ها، الوقاية خير من العلاج. هذه هي اليوم حكينا على هذه، كاش نهار نزيدو نحكو على حاجة أخرى اكسيتيرا. السلام عليكم ورحمة الله.